السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكن رب زدني علما. اللهم لك الحمد، انتهينا من تصميم وتعديل الشغل اللي كان مش كويس او اللي هو كان مش مظبوط بالشغل اخر جديد ان شاء الله باذن الله. ضمينا الجتات بتاعتنا، خليناها من النص للنص 30 سم معايا بالظبط، مدياني 29 سم. يعني ايه 29 سم؟ يعني انا عندي 29 سم على جسم الانسان اهو، يعني مداني هنا وهنا في نص الجسم بالظبط. اي انسان اي بني ادم عرضه من 50 ل 60، 65 سم تقريبا. ما لاقيش حد يعمل جتات اكبر، لا الطبيعي ستاندر من 30 ل 35 لو حد مليان شويه او حاجه. خلاف ذلك ده الطبيعي بتاعي، ان انا اعمل 30 سم. دي بالظبط ميدان 29 سم بالظبط بالمليمتر اهو، ميدان 29 سم. ضيقنا المسافات بتاعتنا، حددنا المناسيب بتاعتنا، عملنا اول جت من على الشرب. طبعا عندي الميزان ليزر شغال اهو، وادي نص الجت اهو مدياني على 11 سم، يعني 90 سم من الارض. 90 سم دول جايين لحضرتك في اول القطنيه. لو انا طولي اهو جاي هنا كده بالظبط 90 سم، انا طولي 175 سم، يا دوبك مدياني في اول القطنيه في الظهر من ورا هنا. فبالتالي لو انا رفعت البوش سنه صغيره فوق ادى واحد اطول شويه، لفيت البوش هنا لتحت ادى واحد اقصر شويه. معاك بوش، الناس الالمان الجروهي عمل لك بوش تحرك 1.5 سم بحيث ان انا ادي افاده اكتر. بالتالي عندي تاني جيت مديني على 10 سم اهو من على الشرب، يعني على متر و10. المتر و10 دول جايين فين؟ اهي متر و10 جايه في السره في نص البطن بالظبط. اللي بعد منه مدياني على 135 سم. ال 135 سم اهو مع حضرتك مدياني في الصدر بالظبط، عند الصدر هنا بالظبط مدياني الميه بتاعتي. ومعايا بوش سنه فوق او سنه تحت لو انا عندي حد اطول او اقصر او اطفال او الكلام دوت. تاني حاجه حضرتك، احنا دلوقتي عرفنا التصميم بتاعنا. السمارت بوكس الجروهي بيديك 20 لتر ميه في المخرج بتاعه، الجت الواحد بيحتاج 10 لتر ميه. احنا بنفضل نشغل 2 بس، لو في 3 مش مشكله نشغل 3 بس، بنعمل دايره مغلقه. قرب كده يا حمود. يعني ايه دايره مغلقه حضرتك؟ خش. دايره مغلقه ان انا قفلت الدايره بتاعتي اهي، لفيتها وطلعت بيها، تبقى الدايره مغلقه بقت كلها حته واحده، يعني كلها بقت دايره واحده. يبقى الميه بتخش كده حضرتك بتلف كلها تسارع واحد، ليفل واحد، كله بيدكش حاجه كده او كده. كذلك الامر الناحيه الثانيه، هنا عملنا ده على زرار وهنا ده على زرار تاني، يبقى ده مخرج وده مخرج. ما ينفعش اعمل السته مع بعض، مش هيديك ميه اطلاقا. لو انت هتعمل سته يبقى على الاقل كل ثلاثه مع بعض مع الدايره المغلقه بتاعتي. طيب بعد كده حضرتك بنبص على الرين شاور، مديني على بالظبط اهو، هات الليزر هنا، مديني على 124 سم. يعني بيديك لو انت طولك 175 سم، فوق منك في 25 وطاسه كمان 25، يعني في 50 سم بعد دماء راسك واول الرين شاور. فاصبح كده بقى الدنيا معاك لذيذه ومرتاحه، ولا تعلى قوي ولا تبطا قوي. الكود بيقول لك متر و10، 2 متر و10. طب انا 2 متر و10 لما اسقط طاسه 5 سم ولا 7 سم او 10 سم بقت 2 متر، بقى يا دوبك فوق راسي على طول. انما لما ارفعها شويه، دي احنا بنلعب فيها مع الكود عشان ما حدش يجي يقول لك لا انت بتلعب في الكود، لا احنا بنعمل على راحه العميل وعلى راحه انا كمستخدم. مش الكود حلو او بنحترم الكود، بس بنتكلم في اللي يفيدني انا بعد كده. ايه؟ 2 هنا، 2 هنا، 2 في القطنيه، واطلع او انزل بالبوش بتاعي. الله اكبر، اللهم صل على النبي، اللهم ذكرني. طبعا عندي اهم حاجه بقى، اهم حاجه حضرتك في تصميم الجتات او تصميم وحده الشاور علشان ما تشتغلش عشوائي. طبعا احنا قبل ما نشتغل طلبنا بتاع السيراميك علشان يعمل لي خيط امشي عليه اهو. ده كده هنا وش الخيط، ده وش البلاطه. فانا عندي هنا الناس بتوع جروهي مديني الميني والماكسيمم، فانا يا دوبك بظبط الخيط بتاعي فين؟ على النص، بحيث يبقى جاي معايا جوه الميني والماكسيمم بتاعي. كذلك الامر هنا، كذلك الامر في الخلاط، دي كلها الميني والماكسيمم ما اقدرش العب فيها ولا اتحرك عليها. طبعا لسه جاري العمل، طبعا لسه بنأهل الشغل بتاعنا. هات كده يا عم محمود هنا، كده الخيط بتاعي محرر اهو، كده الخيط بتاعي مديني على اول السمارت بوكس علشان ما افكرش اركب تطويله او الحاجات اللي بتزعل الناس من بعضها. عندي الخلاط بتاعي بيديني، لازم يديني ميزان. عندي الجت بتاعي لازم يدي ميزان. عندي الجت التاني يدي ميزان.
عندي الجيتين مع بعض يديني ميزان. يبقى انت كده شغلك مظبوط وجاي معاك 100 100 و1000 ال1000، ما يحتاجش ان انت تلاقي واحده طالعه واحده نازله في التشطيب النهائي بتاعك، هتلاقي الدنيا معاك مش لذيذه. ارجو ان احنا نكون عدلنا الصح بما يرضي الله. ارجو ان احنا ان شاء الله، انا هحط لك اللينك بتاع الفيديو قبل كده. لازم يبقى عندي كسباك، عندي وعي، عندي مدرك بالحاجه الحديثه. لو انت ما تعرفش خش على اليوتيوب، خش على السوشيال ميديا واسال. احنا انا عن نفسي بنزل فيديوهات، وغيري وناس اصدقائي كتير جدا بنزل فيديوهات على الفيسبوك. اي نعم، في واحد ممكن يقول كلمه صح وكلمه غلط. المفروض انا كمستخدم او انا كحد عايز يعمل حاجه كويسه بخش اراجع. زي ما العميل هنا فكر لما لقى السباك عامل له جيت هنا وجيت الناحيه الثانيه هناك، راح لك جاي دخل عمل مرجع بتاعه وجاب اليوتيوب، لقى بنقول في مقاسات وفي ستاندر، هو نفسه العقل اشتغل قال لك لا، الكلام اللي معمول عندي غلط، لازم نعمل الصح. لازم كل حد فينا يراجع ورا نفسه قبل ما يسلم العميل. احنا بنعامل ربنا سبحانه وتعالى، مش بنعامل الزبون ولا بنعامل مهندس ولا بنعامل اي حد. الناس شايفه الله ينور الله ينور، بس في الاستخدام هتلاقي نفسك انت التعبان كعميل او مستهلك. يا ريت ناخد بالنا، واللي ما يعرفش يخش يتعلم ويعرف ايه هو الجديد، بيتعمل ازاي، ايه المتطلبات بتاعته، علشان ما نضرش الناس في فلوس. يعني شويه الحاجات دي كده بمبلغ وقدره، مش عايزين نضر العميل في الاستخدام، ما يبقاش انا مكلف وفي الاخر مانيش مستخدم منه حاجه او الكلام ده. هنا لما الميه هتخبط هنا بقت جايه لي في ظهر الحيطه، لو انا واقف اهو الميه هتخبط معايا في ظهر الحيطه، خلاف ان انا كان عندي هنا الجيت بتاعي كان بيخبط ورا الناحيه الثانيه عند الحوض. وقصه طويله كده حضرتك، ارجو ان هو ينول اعجابكم، وان شاء الله باذن الله تابعونا على صفحه سباك شاطر على فيسبوك وقناه سباك شاطر على اليوتيوب، ولا تنسونا من صلاح دعائكم، دعوه صالحه من رجل صالح تكفينا بالدنيا وما فيها. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، ويعود علينا وعليكم ايام بخير رب العالمين. شكرا.